أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الإخوة، إن هذا الإسلام العظيم الذي بعث به الله محمد صلى الله عليه وسلم كان هو سبب وجود أمة لم تكن يومئذ موجودة، هي الأمة الإسلامية. هذه الأمة الإسلامية أخذت مكانها في جغرافية الأرض، وقدمت للبشرية إنتاجات كبيرة ومساهمات عظيمة في العلم والمعرفة. وكان وجود هذه الأمة في تاريخ البشرية شيئا مهما وإضافة قيمة. هذا الإسلام نحن أولا وقبل كل شيء نحتاج أن نعرفه قبل غيرنا، ونعرف بالأساس كيف استطاع هذا الإسلام أن يوجد هذه الأمة. أمتنا ليست هي ما يقوله الآخرون عنا من الذين يحملهم الحقد علينا. أمتنا أمة عظيمة، لها بصمات كبيرة في التاريخ، لها حضور في العمران، في الهندسة، في المشاركات، في كل العلوم، في الرياضيات، في الطب، في الهندسة، في اللغة، في الفكر، في كل أشياء. أمتنا لم تكن على هامش الحضارة، هي كانت صانعة الحضارة. وكل الذين يؤرخون للحضارة وللعلم، دعنا من الذين يتحدثون بلا علم، هؤلاء لا يعنينا أمرهم، ولكن الذين يعرفون ما يقولون والذين ينصفون يقولون إن هذه الأمة الإسلامية أعطت الشيء الكثير. والذين تحدثوا عن تاريخ العلم، هناك مؤرخون أرخوا لتاريخ العلم من أمثال جورج سارتون، وبعض الكتاب من الألمان ومن الأوروبيين المنصفين يذكرون تاريخ العلوم وتاريخ مشاركات المسلمين، وهي تاريخ وهي مشاركات عظيمة. لكن كيف خرجت هذه الأمة من العدم؟ هذه الأمة لم تكن موجودة أصلاً، كانت القوى الكبرى مهيمنة على الأرض. في الشرق كانت إمبراطوريتان، إمبراطورية الفرس والروم، وكل من سواها من التكتلات الصغيرة إنما هي تابعة لها وخادمة لها. هناك مملكات، ممالك في شمال الجزيرة العربية، بعضها تابع لمملكة الفرس، وبعضها تابع لإمبراطورية الروم، وهكذا كانت الأرض. ولكن الإسلام انبثق وخرج من هذه الضغطة التي كانت تعيشها البشرية، وانبثق قويا، ولم تمض إلا مدة قليلة حتى كان الإسلام يأخذ مكانه، واندحرت هذه الإمبراطورية، إمبراطورية الفرس التي كانت قديمة موجودة ولها قرون، يعد كانت تحتفي بعشرين قرنا منذ مدة، وهي التي صارت فيما بعد صارت إيران. ثم كانت مملكة الروم التي أيضا انجلت وأصبحت هذه البلاد التي تعرفونها في تركيا. هذه الدول العظمى التي كانت موجودة كلها أصبحت مسلمة، وأصبحت تشتغل في نطاق الإسلام، وأصبحت لها مشاركات مع الإسلام كبيرة جدا. لكن السؤال كما قلت لكم هو كيف استطاع الإسلام أن يصنع هذه الحضارة الكبيرة؟ هل بالفكر كهذا الذي نعرفه الآن، فكر أي فكرنا الآن، هل نستطيع أن نكون به أمة عظيمة ذات حضارة؟ ما هو فكرنا الآن؟ فكر لا يؤمن بالعلم، إنساننا لا يقرأ، لا يحب الدراسة، يحارب العلم، يحارب العلماء. الإنسان يعجبه، يسره أن يقول كلاما في العلماء. لماذا؟ لأنه جاهل،
ويعجبه أن يكثر الجهال من حوله. وهكذا نحن لا نتحدث عن علوم الدين فقط، ويقول إننا يبدو أننا بعيدون. في بعض قرانا في الجهة الشرقية قرى فيها نسبة الأميين 87%، كيف تصنع حضارة وأمة بأناس من هذا الفصيل وهذا النوع؟ أناس حتى الذين هم منصرفون إلى العلم لا يؤمن بالعلم. طلبتنا همهم الأكبر هو الشهادة للعلم، فرق كبير بين الشهادة والعلم. قد تأخذ الشهادة وليس لك علم فتكون إنسانا مزورا. نحن لا نحتاج في مجال الطب إلى طبيبا، شهادتنا لا، شهادته لا تعنينا نحن، الذي يعنينا منه هو المهارة. هل هو طبيب فعلا نأتمنه على الأجسام، أم دائما يقول أنا عندي الدكتورة؟ لا تعنينا دكتورة، الآن الدكتورة هذه لك، هذه رتبة إدارية، ولكن نحن يجب أن نؤمن بالعلم. ولذلك حينما نجد هذا المسخ الذي يتحدث الناس عنه، أي الجنود والحرس والعسس ينظرون إلى الطلاب في التلاميذ في امتحانات البكالوريا ويتحدثون بأن نسبة الغش قد انخفضت قليلا، بمعنى هي كانت كثيرة وانخفضت قليلا، بمعنى أن لا يعني أن الغش لم يقع، معناه أننا هذا كل ما ضبطناه. أما الذين غشوا ونجوا فهؤلاء أمة تؤمن بالغش ليس لها مستقبل أصلا. أناس يساعدون الناس على الغش، الطلاب الغش، أناس ضد بلدهم وضد أمتهم وضد حضارتهم. نحن لا نصنع شيئا بالفارغين، لماذا ننفق المال إذا كنا سنعود إلى الجهل؟ نحن نحتاج إلى العلم، والعلم ليس هو الغش، الامتحان هو ميزان. على كل حال هذا كلام يطول، إنما أقول لكم إن الإسلام الذي صنع هذه الحضارة كان له برنامج، إذا لم نعلم نحن هذا البرنامج لن نفهم الإسلام ولن نتقدم قليلا ولا كثيرا. هذا البرنامج هو يقوم أساسا على شيء بعد توحيد الله تعالى، أي الإسلام جاء بتوحيد الله تعالى وجاء بحقيقة هي أن العلم هو أول الواجبات. العلم هو أول الواجبات وقبل كل الواجبات. فإذا كنت ترى إنسانا لا يتعلم فمعنى ذلك لا يريد أن يكون مسلما، يريد أن يصنع الإسلام من وهمه ومن خياله. يعجبه أن يسمع بعض الخرافات وبعض الأشياء تقال هنا وهناك، وبما أن عقله عقل هزيل لا يستوعب المعرفة فهو يعجبه أن يسمع بعض الخرافات وبعض الخزعبلات وبعض الأشياء التي يتناقلها الناس في وسائل التواصل، لكنه على كل حال يكره المعرفة ويكره العلم. الإسلام فيه حقائق ويجب أن نعلمها. الإسلام هو الدين الذي قال فيه، يقول هذا الدين إن أول الواجبات، أي لو سألت أي إنسان عادي، نحن نأتي في رمضان ندخل ونخرج، ولكن الفكر ربما لا يتأثر كثيرا. لو سألت أي إنسان قل ما هو أول واجب على من كان مسلما، هذا سؤال طرحه على الجميع، هل هي الصلاة، هو الصوم، هو الزكاة، هو الحج، ما هو أول واجب قبل حتى الشهادة؟ أول واجب في الإسلام هو المعرفة، أن تعرف الله تعالى. وذلك كالناس يقرؤونها، تلامذتنا في 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 الكتاتيب يقرؤون أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف. هذا ابن عاشر، أول واجب على المكلف أن يعرف. ولذلك قبل أن يصلي يجب أن يعرف، قبل أن يصوم يجب أن يعرف، قبل أن يحج يجب أن يعرف. فكلما أراد الإنسان أن يتقدم إلى عبادة من العبادات كانت المعرفة هي الواجب. فأي صلاة يصليها الإنسان ولا يعرف أركانها وشروطها وواجباتها ما قيمتها؟ الإنسان يريد أن يتوضأ، بأي نوع من أنواع المياه يتوضأ؟ بأي نوع؟ كيف يتوضأ؟ أنا أقول لكم لإخوة باش ما نبقوش، إننا لا نعرف من هذا أشياء كثيرة تفوتنا. المياه ليست واحدة، هناك ماء واحد تصح به الطهارة، والماء الطاهر الطهور، أي الطهور الذي لم يتغير بشيء أبدا أو تغير بشيء يلازمه.
ولكن هناك ماء تغير بشيء غير نجس، أي طرح فيه زيت أو أصابه صابون، هذا ماء طاهر ولكنه ليس طهورا، لا يصلح. وهناك ماء ثالث لا هو طاهر ولا طاهر. فأنت حينما تريد أن تتوضأ أو أن تعرف حكم الماء، تريد أن تعرف مقدار الماء بعد كل الأشياء، الماء الذي تتوضأ به ما هو القدر الذي يكفيك؟ أنا أقول لكم أيها الأخوة، الإنسان حينما لا يعرف أحكام الشريعة لا يتوضأ إلا وهو يقع في معصية، في وضوئه يقع في معصية. النبي صلى الله عليه وسلم مر بمن كان يتوضأ من الصحابة ووجده يكثر من الماء، فقال ما هذا الإسراف، ما هذا الإسراف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم. وأحاديث كثيرة بأن الإنسان حينما يتجاوز المقدار الذي يحتاجه يعتبر مسرفا، يكون قد دخل في جزء من المعصية. أنت توضأ وراك دير المعصية لأنك توضأت بأكثر مما يتوقف عليه. أي الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بنحو مد من الماء فقط، لتر، وكان يغتسل بأربعة أمداد، وربما اغتسل بأقل من ذلك، أي الاغتسال اللي فيه طهارة أربعة ديال الأمداد، معناه بحال واحد القردية ديال فقط، وبعد ما أقل من ذلك. لماذا؟ ليعلمنا أن هنالك شيئا ينتظر البشرية، وهو ضرورة حسن استعمال الماء. كل البشرية الآن تتحدث بهذا، أي البشرية كلها تقول إن هنالك تبذيرا في الماء، وسيصل الناس إلى يوم يحسون به بالعطش ولن يجدوا الماء الكافي. ولكن أين يذهب الماء؟ نحن نبذر الماء، أي في مراحضنا، في مساجدنا، في أي هذه المرشات، المرشات التي نستحم بها جميعا في بيوتنا، لا نحاسب فيها الماء. يمكن الإنسان مثلا 4 لتر يغتسل بها الإنسان، 4 وأقل. المرشات كن كي يكمل الإنسان، اللي بدأ حتى يكمل يكون مشات لواحد 30 لتر ولا 40، مشات في الأرض وصافي. وقل بأن اغتسل، بمعنى أننا محتاجون إلى العلم في كل شيء. ماذا يقول العلماء؟ يقولون إن الإنسان في حل. مثلا أنت الآن لو أسلم إنسان الآن في العشرة دي الصباح، فإنه في حل. إذا أذن وقت الظهر، هو الإنسان فرضنا إنسان دخل الإسلام عن 9 ولا 10 دي الصباح، إذا دخل وقت الظهر وجب عليه أن يعرف أحكام الطهارة والصلاة. يجب يسأل كيف أتوضأ، كيف أصلي قبل أن لأن الآن أصبح مطالبا. وهكذا يمكن للإنسان أن يستمر هكذا. إذا انتهى شهر شعبان وجاء رمضان وجب عليه أن يعرف أحكام الصيام. الصيام ماشي هو توقف عن الطعام، هو أصلا أكبر شيء فيه هو النية، والنية يجب أن يستحضرها الإنسان. بعض الأحكام في مش الأحكام التفاصيل الدقيقة، ولكن بعض الأحكام على الإنسان. يعني نحن بعض المرات نسمع أناسا يسألون عن أشياء غريب جدا، أن يكون الإنسان جاهل بأحكام الصيام بلا درجة أنه أصبح الإنسان يفسد الصيام بالمشاهد، خصوصا من الشباب ينظرون إلى بعض المشاهد التي تحدث فيهم أشياء وربما يقع لهم شيء فيضيع منهم الصيام. لماذا؟ لأنهم جاهلون بهذا الصيام. سهل صيامهم إنما هو تقليد، ورأوا الناس يصومون فهم يصومون. ثم يستمر الإنسان كذلك إلى أن يحول الحول، فيجب عليه أن يعرف من أحكام الزكاة ما يجب أن يعلم. بالله عليكم، هل ترون أن الناس يعرفون أحكام الزكاة؟ هل ترون الناس يعرفون أحكام الزكاة؟ الغالبية لا يسأل عن أحكام الزكاة ولا يعرفها، وليس مشغولا بهذا كأن الأمر سهل. هذا إسلام آمنت به وفيه أركان الزكاة. إذا حل الحول، سواء كانت صاحب ماشية أو صاحب زروع أو صاحب ذوات زيوت أو هذه الأشياء التي تزكى، يجب أن تعلم ذلك.
لأنك اخترت أن تكون مسلما، لأنك تريد بهذا الدين الله ورسوله والدار الآخرة، فوجب. ليس ناس يتعلمون ما يريدون، ما يرغبون فيه يتعلمون، فهم يتعلمون، ولكن إذا كانوا زاهدوا في الدين فإنهم معليش الله ربي يغفرنا. هذا يغفر للإنسان في المعصية ماشي في الجهل. إنسان لابد تقع منه المعصية ويتوب، ولكن الجهل هو إصرار، أريد أن لا أتعلم، لا أريد أن أتعلم الدين، أنا عندي موقف من الدين لا أتعلمه ولا أحب لأحد أن يتعلمه، ومن كان يعلمه نعكر عليه صفوه حتى لا يعلم الناس، هذا فرق كبير. إذن فهذا أيضا مما يجب أن يعيه الإنسان، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم وجوبا كل شيء يشتغل به أو يمتهنه. إذا كنت تاجرا فيجب أن تعلم أحكام التجارة، وإلا ستعيش في الربا، وما أكثر صور الربا وأحوال الربا، وهكذا. إذن فالإنسان يعيش دائما في أشغال جديدة ودائما يحتاج. لو سألنا مثلا شاب ويقول إني أريد أن أتزوج، هو وزوجته، ولو تعلم أحكام الزواج والأسرة لكان قد انهيا كثيرا من الأشياء، كثير من المشاكل تزول لو، ولكن إذا كان هناك معرفة. ولكن إذا لم يكن هناك معرفة فالإنسان، والزواج الذي يقع للناس، كل الناس يتأثرون بشيء يسمعونه في الشوارع، ولكن الزواج شرعي، الزواج الشرعي له أحكام. وطبعا اللي ما عندوش الشريعة ما غادي يشعر حتى شي حاجة، بقى يتخبط في الظلمات وصافي. هذا أمر لا بد منه. ثم الأمر الآخر الذي أحب أن أقوله، وهو إن العلماء قالوا إنه لا عذر بالجهل في ديار الإسلام. بعض الناس يتصور يقول أنني لا أعرف، علاش السيدة تجي أنا ما فقه ما والو، ما تعلمت ما نعرفش، يظن هذا، هذا لا ينفع أمام الله. الجهل إنما يكون عذرا في بلد، لو تصورنا أن هنالك بلدا ليس فيه علماء، ليس فيه من يعلم، وأخطأ الإنسان أتى شيئا من المعاصي وهو لا يدري، ممكن. أما في ديار الإسلام فلا، في ديار الإسلام لا بد أن تسأل. لذلك قلت لا عذر بالجهل في ديار الإسلام. ما الذي يقع الآن؟ إن هؤلاء الناس يعتقدون أن الجهل هو حجة، ولذلك لا يتعلمون. هذا الفهم ينشر الجهل. إذن معنى هذا إذا كنت أنت ما تعرف شيء وغلط وما فهمتش الشرع ربي ما يحاسبكش، هكا يتصور. إذن ذاك اللي مشى يقرأ، اللي مشى يتعلم، مشى يدور على المشاكل على هذا الحساب. إذا أنت ما تعلمتش وبقيت غير غادي وتخلط وما ربي ما يحاسبكش، راه نشوفوا في الجهة الأخرى. واللي مشى يتعلم إذن راه يدور على المشاكل، يدور على اللي حصل، بما أنك أنت ما محاسبش لي. خطأ هذا. لا يمكن أن يعتز الإنسان بالجهل ويقول الجهل سينقذني أبدا. سيسألك الله لما لم تتعلم، والله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قرأوا القرآن لإنشاء الحضارة، بهذه الآيات لإنشاء الحضارة، بنات العقول يا الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي المؤمنون لا يخرجون دفعة واحدة، لكن من كل مجموعة، من كل قبيلة، من كل تجمع تخرج. هذا القرآن يتحدث، يجب عليهم أن يخرجوا، يبتعثوا من أبنائهم من يتعلم في الدين، ثم إذا رجعوا إلى قومهم ينذرونهم ويبينون لهم، وهكذا. ليس في تاريخنا الماضي جماعة أو قرية جاهلة، ما كانتش عندنا قرية جاهلة، ما كانتش، لأن الناس كانوا يسمعون هذا، ماشي تسولنا غير التيمم وكذا وتبقى شي أشياء هكا، بقاو الناس يدبزوا فيها واش أقيم الصلاة ولا ما أقيمش الصلاة، داير معركة في حوايج صغار. هذه مسائل ديال البناء ديال المنهج. أترون أن الناس الآن، أترون أن الناس الآن يأتمرون بهذه الأوامر؟ هل يدفعون بشبابهم إلى أن يتعلموا؟ لا، ليس لنا إلا النظر اليسير إن شئنا، وإلا فالناس يسألون عن الشهادات التي تجلب حظوظ الدنيا. إذن نحن أمة عالمة، نحن أمة متعلمة، نحن محبون للعلم،
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، بحيث إذا درس الإنسان عرف الإنسان دينه يعرف أن هذا الدين لا ينسجم مع الأمية ولا مع الجهل. نحن أمة يرفعنا الله بهذا الإسلام، ونعرف حقيقة فعلنا كيف نتصرف في كل مجالات الحياة. لذلك أنا ذكرت هذا فقط بيانا، لأن هنالك أناس الآن أصبح بعضهم يعول على بعض، أي إنسان لا يعرف يسأل إنسانا لا يعرف، والذي لا يعرف يجيب وهو لا يعرف. وهذا الذي وقع، هذه الفوضى التي وقعت للمسلمين، ركين فوضى. ما كل إنسان تسأل في الدين فيجيبك، وإذا أصبحت تسأل كل إنسان غير موثوق وغير عالم فأنت أول من فرط في دينه. إذن أنت لا تسأل إلا من علمت بأن له صلة. من هو الذي يعلم الناس؟ من هو؟ ماشي اللي يجلس في كرسي يجبر كرسي خاوي وقعد، لا. كان الناس عندنا في تاريخنا، كان العلماء الذين يجلسون لا يجلسون إلا إذا شهد لهم العلماء وأمثالهم بأنهم أهل لذلك. ولذلك قال مالك: ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل لذلك. عقل على هذا، ما جلس مالك حتى شهد له 70 من فقهاء المدينة بأنه يستطيع أن يدرس فجلس. ما يجلس الإنسان بخاطره غير بوحده، أو دفعته جماعة دياله ولا الطائفة دياله ولا غير، وما عرفت شي حاجة ويقعد. والذي لا يعلم الدين هذا يضل، هذا يفسد لا يصلح. ونحن ما يمكنناش نتكلموا غير على الكلام العام. هل تستطيع أن تقرأ شيئا من العلم؟ ثم نحن حينما يجلس الإنسان أو قبل أن يجلس كان الناس محكومين، كان هناك رقابة. شقد قلت سولوا بيوت الله اللي بغى يقول شي حاجه خليكم براسكم، هذاك التخربيق هذاك لا اصل له. كان الناس ياتي، كان هناك محتسب، واذا اراد الانسان ان يدرس يساله المحتسب: تا تريد تدرس اش بغي تقري؟ انا غادي نقري الفقه، من شيوخك؟ فيذكر: قرات الفقه على فلان وعلى فلان، قرات اللغه على فلان وفلان، قرات التفسير على فلان. ماشي يجيب الكتاب هو الراس ويجبر شي جريده في الزنقه ولا يجبر شي مجله ويجي غدا يقرا بها في الجامعة ويتلف كل شيء وما عرفش كاع ديك المجله ديالاش. وهذا الذي وقع في العالم الاسلامي. لذلك انتم حينما تقرؤون تسمعون هذه الفضائيات تسمعوا العجب العجب، وبعض المرات شي شي شي, شي فتاوى نقولوها بدون الناس يضحكوا علينا، الأمم تضحك عليه تقول هذو هما المسلمين اللي راهم يتكلموا. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا لم يأخذوا عن العلماء، ولأن الأمة لم تحترم العلم، ولأن الأمة إذا أصبح يختلط عليها العلم بالجهل وأصبحت إنسان عادي، فلان عالم، شكون اللي قال لك أنت عالم؟ شكون اللي أعطيت له هذه الشهادة غير من عندك؟ هذا دين. فلذلك يجب أن نعود من حيث يجب أن نبدأ، نجلس إلى الأرض نقرأ العلم وننصرف إليه، وهذا يجب. ما تقولش أنا قرأ الفقه يقرأ أصحاب الفقه، لا. إذا كنت أنت موظفا يجب أن تتعلم، إذا كنت طبيبا تتعلم، إذا كنت مهندسا، وكل الشريعة الإسلامية فيها ما يأخذ الناس. وسيعرف الناس حينما يقرؤون كتبنا ومصادرنا وفقنا أن هنالك مجالات رحبة واسعة يجب عليهم أن يستفيدوا منها، وإن كانوا من اختصاصات أخرى. لم يكن عندنا نحن طبيب لا يعرف الفقه، كان الطبيب فقيها، وكان بعض الناس يفتي في الطب وفي الفقه. وكانت عائشة رضي الله عنها كان الناس يسألونها في أحوال رسول الله فتجيب، وكانت تجيب في قضايا طبية، تعلمت شيئا مما كان الناس يعلمونه يومئذ. وهكذا فالإسلام ينهض هذا الناس. الناس الآن لاحظوا كثروا عندهم الوقت، شاط لهم الوقت وقعدوا في القهوة وبدأوا يهضروا وبدأوا يعطوا في الغيبة والنميمة وبدأوا والإنسان يتكلم الصباح حتى العشية ما يقولش كلمة واحدة صحيحة، وما يعرفش بأنه سيسأل. القهوة ماشي خطورة أنك قاعد، القهوة في أنك تفتري على الناس وتقول كلاما ليس صحيحا، ويعجبك بأن تقول فلان طاح، فلان ضربوه، فلان كذا، فلان كذا، فلان قبضوه، فلان كذا، كان يسرق، كان كذا، وأنت فرحان. هذا ليس شأن المسلم، ما يعنيكش. الله ما غاديش يسولك على الآخر، سيسألك أنت هل تعلمت، هل قرأت؟ وإذا أنت تعلمت ستعلم أهلك وتعلم قرابتك وأصدقائك، وهذا شيء ممكن. لأننا نقول إن هذا الإسلام يرفع الله به الناس الذين يأخذون به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.